اليوم بشقيق بشقيق الاخ عفوا اليوم التقينا بشقيق الاخ استاذ من حسن عبد صالح اخوك يعني ما يقرب لك اخي ايوه وما هي رسالتك التي تريد ان توصلها للاستاذ حسن عبد صالح والله رسالتي لاخي ومن دمي ولحمي الاخ الاستاذ حسن عبد صالح نقول له قم عن بركه وكل عام وانت بخير وان شاء الله شوف يا منعه طلع لنا لا طلع عندكم جماعة لبن ولا حاجة يا أخي تعال إحنا نلاقي شوف عندكم ولا أنتم شوفوا عندنا متى آخر لقاء يطلع أوراق وكل حاجة نشي يا أخي لا طلب الله نشل النواية متى آخر لقاء التقيك مع الأستاذ حسن حسن عبد صالح يا أمك إحنا عادي حنسلم الرواتب التقينا عند التربية ومن الذي أخبرك هذا والله يعني كما تقول تواصلنا عبر التواصل الاجتماعي الواتساب هذا والفيسبوك والحاجة وأنت نبيتني إنه ظهر أخي حسن عبد صالح عندكم في المنطقة إيش اسم القرية حقكم؟ البعرارة لا البعرارة دي عندنا المجعارة المجعارة أيوه و يعني ما بش تواصل مع محمد المحمدي ولا غيره؟ إن شاء الله لحمد المحمدي رجع في هذا البرنامج إن شاء الله نتواصل معه ونتقابل إن شاء الله آخر رسالة توصلها للأستاذ حسن نقول له تصبح على خير يا أخي حسن عبد صالح